انطلق معرض أثاث دمياط بمشاركة واسعة من صناع الأثاث في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر، وده بحضور السيد محافظ دمياط ومحافظ القاهرة وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة. بيشارك في المعرض 74 عارض من أصحاب ورش ومصانع الأثاث بمحافظة دمياط، وده لعرض منتجاتهم أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة، ده طبعا بأسعار تنافسية بتلبي احتياجات المستهلكين. المعرض هيستمر لغاية 4 أكتوبر وهيقدم لزواره مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطي الفاخر اللي طبعا كلنا عارفين صحيح. جودته عاملة ازاي وتصميماته اللي بتجمع كده ما بين التراث والعصرية مع عروض وتخفيضات مميزة بتصل ل 30% على بعض المنتجات. انطلقت فعاليات معرض أثاث دمياط في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور محافظي دمياط والقاهرة، بالإضافة إلى عدد من كبار صناع الأثاث وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. يستمر المعرض حتى 4 أكتوبر ويستقبل الزوار يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، ويشارك فيه حوالي 74 عارضاً من أصحاب المصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط لعرض مجموعة متنوعة من منتجاتهم أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة بأسعار تنافسية، مما يوفر خيارات تتناسب مع احتياجات المستهلكين. ويقدم معرض أثاث دمياط تشكيلة واسعة من الأثاث الفاخر المصنوع من أجود أنواع الأخشاب الطبيعية بتصميمات تمزج بين التراث والعصرية تناسب جميع الأذواق، مع عروض خاصة تناسب الميزانية المصرية. كما يوفر المعرض عرضاً خاصاً لشراء 4 غرف كاملة من الأثاث الدمياطي الفاخر مقابل 110,000 جنيه، بالإضافة إلى تخفيضات تتراوح بين 10% و30% على باقي القطع.